بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. في صلاة الليل في خير البيوت، قد سمعنا فاطما حال القنوت. في صلاة الليل في خير البيوت، قد سمعنا فاطما في صلاة الليل في خير البيوت، قد سمعنا فاطما حال القنوت. ربي لن أرتاح إلا أن أموت، تسأل الله وتدعو في أنين. فكرة جديدة يصورها الشاعر علي عسيد العاملي، أنه الزهراء في صلاتها تدعو ربها، وإحنا في ليلة الزهراء عليه السلام شنو تقول؟ في صلاة الليل في خير البيوت، قد سمعنا فاطما حال القنوت. ربي لن أرتاح إلا أن أموت، تسأل الله وتدعو في أنين. حر قلبي هذه خير النساء، ضعفت عن رفع كف للدعاء. تشتكي كسارا بأضلاع السماء، إثر دفع أسقطت فيه الجنين، إثر دفع أسقطت فيه الجنين. كم بكى محرابها دون اصطبار، إذ رأى في الخد والعين احمرار. يا لقومي لطمت صبحا جغار، وهوت من ضرب سوط الظالمين. سألت مكسورة قلبا وعين، سألت مكسورة قلبا وعين. بعد موتي يا إله النشأتين، ربي صبر حسنا صبر حسين، ولأم الخدر كن أنت المعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي قلناه البارحة هو الآتي، إذا يتذكر الإخوة ما أدري، خلوني ألخص بدقيقتين ثلاثة ما مر في الليلة الماضية حتى نكمل هذه الليلة إن شاء الله تعالى. البارحة قلنا الآتي، قلنا الناس على مراتب في ثقافة القرآن الكريم. الناس أصناف، الناس شنو؟ أصناف. صنف من الناس لا هو راض عن الله رب العالمين، هم غير شنو؟ غير راضي عن هذا موجود. صنف آخر من الناس راض عن الله تعالى، لكن مو من المعلوم أن الله تعالى راض عنه، لعله عند بعض الأعمال السيئة، بعض الذنوب، بعض الآثام، كون يتوب عنها حتى رب العالمين يرضى عليه. هاي مثلا هم صنف آخر من الناس. أكو صنف ثالث من الناس، صنف الأنبياء والأئمة والحجج، هذا البارحة سولفنا به. راض عن الله، الله تعالى هم شنو؟ راض عنه، يعني هو على يقين بأن الله تعالى راض عنه. القرآن الكريم يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، أو القرآن لما يذكر الحسين عليه السلام في سورة الفجر يقول راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك شنو؟ راضية مرضية، راضية مرضية. فهي راضية عن الله، الله تعالى هم راض عن تلك النفس المطمئنة مثلا. هذا هم صنف ثالث من أصناف الناس. صنف رابع انفرد به رسول الله، هذا اللي قلته ليلة البارحة ووصلنا إلى هنا. صنف رابع
انفرد به رسول الله من خلال قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك. قبل قليل الأخ كان يقرأ القرآن قرأ هاي الآيات ولسوف يعطيك بصيغة المضارع عطاء باستمرار وتجدد ولسوف يعطيك ربك فترضى مو أرضيك بما أعطيك وإنما أعطيك حتى أرضيك أبقى أعطيك 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 حتى ترضى. ولهذا هم ألفت نظركم وأنا أكفد نكتة البارحة ما قلتها لفتة جميلة البارحة ما قلتها إذا الشباب يلتفتوا لي غيرنا غير أتباع أهل البيت لما سئلوا عن أرجى آية في القرآن أرجى أرجى القرآن فيه آيات رجاء والقرآن فيه آيات تخويف وعذاب صحيح ولا التركيز على أحد الجانبين من دون الآخر شنو مو صحيح يعني أنت تبقى بس آيات الخوف والرعب والنار مو صحيح بس آيات الرحمة والجنة مو صحيح أنت تكون شنو هم تجيب هاي الآيات هتخلي الناس بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء هيك عندنا بالروايات الشريفة المؤمن إذا توزنه تلقى رجاء أو خوفه متعادلان يعني ما تصعد كفة على شنو على كفة منا خوف منا رجاء حتى يكون متزن بمشي بس مو هذا الكلام غيرنا سئل عن أرجى آية في القرآن شنو أكثر آية بيها رجاء ورحمة ودعوة للأمل وإلى آخره فقالوا غير أتباع البيت فقالوا أرجى آية في القرآن قول الله تعالى كذا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا شوف أسرفوا مو فقط أذنبوا وإنما شنو أسرفوا بالذنوب صار عندهم إسراف أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل ذنب يغفر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عندنا بالرواية الشريفة أيها الإخوة عندنا بالرواية يوم القيامة رب العالمين من قد ما يرحم 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 إبليس يتطاول إلى رحمة الله ما أدريت الفكرة يعني إبليس يقول يمد عنقه من قد ما رب العالمين يوم القيامة يرحم عباده ويتجاوز عن آثامهم وذنوبهم يقول إبليس يمد عنقه طمعا برحمة الله جس يقول أنت هاي كلها رحمتها بقت علي أخوانا مثلا وما يرحم الإبليس ومو قضية ما يرحمه يعني دخله بالنار إبليس بس بالنتيجة إش قد أكو رحمة اللي إبليس هم شنو إبليس هم يتوقع أنه يدخل الجنة بذاك اليوم ولا يدخلها هذا اللي أضل كل الناس شلون يدخل الجنة بس شنو من رحمة هاي عندنا بالروايات الشريفة رب العالمين يجيب واحد من عباده يقول لهم حاسبوا الملائكة الأنبياء الأئمة يحاسبون الناس يوم القيامة يحاسبوا يقولوا له ذنوبك واي حسنات قليلة شوف الميزان وين فتطلع النتيجة نار خذوه إلى النار الإمام الصادق يقول يأخذوا للنار ينظر إلى خلفه رب العزة يسأله يقول ليش نظرت إلى خلفك يقول له طمعا برحمتك طمعا برحمتك رب العالمين يقولهم عبد اللي يطمع برحمتي أنا هم أخيبة لو ما أخيبة ما أخيبة غفرت ذنوبه أرجعوه إلى الجنة هتشعدنا بالروايات الشريفة الله رحمن رحيم الله كريم الله خلقنا حتى يكرمنا مو حتى بس بعض الأحيان أنا وياك ما نحترم أنفسنا هو ما يظلمنا إحنا نظلم أنفسنا وإلا أنت تتعدى على حق غيرك ليش تسفك دم ليش تظلم ليش تخرب الحرث والنسل ليش تسرق أموال الناس ليش ما هو رب العالمين خلالك رزق وخلال هذا رزق وخلال هذا ماكو واحد ليش تتعدى على حق غيرك ليش أنت تظلم نفسك بعض مو رب العالمين حاشا رب العالمين بس أنت تسوي أمور خلاص تحصر نفسك إلا بجهنم خلاص يسوي لك بعض
يعني إخواني، والبعض يقول شلون نار ومع رحمة الله أكو نار؟ عجيب. يعني شخص بالتاريخ تسبب بحرب عالمية واحدة طحنت 40 مليون إنسان، 40 حرب عالمية واحدة بسبب شخص، 40 مليون راحوا، هذا يستحق جنة نظرك؟ نشيل ندبه بالجنة هذا لو يستحق النار؟ ها؟ شنو بعد هذا؟ شنو؟ لا يستحق النار بعد هذا. هو الإنسان بعض الأحيان أبواب الخير كلها يسدها على روحه، شو تسوي له؟ شو تسوي له؟ مو هذا الكلام. يابا يا جماعة يا غير أتباع آل البيت، أرجع آية بالقرآن شنو؟ بها أمل ورحمة. قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية في القرآن بها أمل ورجاء. سئل أئمتنا، ذولا غيرنا، سئل أئمتنا يا أئمة آل البيت أرجى آية في القرآن بنظركم شنو؟ هسا الجماعة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أرجى آية، أنتوا عندكم أرجى آية شنو؟ قال أئمتنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه أرجى آية في القرآن، أرجى من ذيك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطيك 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 حتى أرضيك. قالوا هاي أرجى من ذيك. ولهذا مثلا أئمتنا وجه من وجوه الآية قالوا الشفاعة، هاي الآية شفاعة بها. طبعا لما تكون فاطمة أن أعطيناك الكوثر يعطيك ربه فترضى، الكوثر لا بأس، الكوثر يعني فاطمة مصداقها الأعظم، بس هذا ما يمنع من وجود مصاديق أخرى كالشفاعة. زين شفاعة النبي أمل ورحمة يوم مو أمل ورحمة؟ شو تشوفون؟ أمل ورحمة. زين شنو من شفاعة النبي راح يشفع اللي أهل البيت بشفاعة النبي يعتبرون هاي الآية بها أمل ورجاء أكثر من إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ وشفاعة النبي شنو راح تكون؟ ولسوف يعطيك ربك شنو؟ فترضى. أقول يا أحبابي يا إخواني يا أعزائي، هاي الآية هواي مهمة بنظر آل البيت عليهم السلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. جيد، ماذا أعطاه فأرضاه؟ أعطاه الكوثر فاطمة سلام الله عليها. زين حسنا بعد الكلام، طبعا البارحة قلنا المعطي أكرم الأكرمين والمعطى أقرب الخلق إلى الله، العطية تكون فاطمة، هذا البارحة قلنا. الطريف لما أعطاه فاطمة إنا أعطيناك الكوثر يقول له فصلي فصلي لربك شنو؟ وانحر. فصلي يقول له أعطيناك كوثر صلي لربك وانحر. هسه ليش فصلي؟ طبعا انحر شنو وانحر؟ شنو انحر؟ اذبح؟ أكثر التفاسير تقول لا مو اذبح، يقول انحر. أنا متعمد سألت يعني أدري المتعارف في أذهان الناس انحر يعني اذبح يعني الذبائح وكذا، لا. فصلي لربك وانحر، انحر يعني كبر للصلاة، كبر انحر كبر، هكذا يقول المفسرون. فصلي لربك وكبر يعني. جيد، فرب العالمين من أعطى نبينا الكوثر قال لك كبر، فصلي لربك وانحر صلي. هسه ليش قال صلي؟ يعني بتعبير، لا والله شوفوني أرجوك، بتعبير آخر، رب العالمين من ينطي نعمة يقول للعبد اشكرنا عليها يا ولا؟ ها؟ لئن شكرت لأجدنكم، مو شي لئن شكرت. وهاي مسألة طبيعية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واحد يحسن عليك وتقول له شكرا جزاك الله خير كذا، هذا إذا حصلت منه شيء بسيط، شلون إذا أخرجك من كتم العدم إلى حيز الوجود إلى كذا تكون تشكر. هنا يقول له فصلي، ليش ما قال له فاشكر؟ إنا أعطيناك الكوثر مثلا فاشكر لربك وانحر مثلا، فاشكر. ليش قال له فصلي لربك وانحر؟ ليش صلي؟ الشباب عافوني مو؟ ما عافوني. ليش قال له فصلي؟ أقول لكم قضية أخرى ألفت نظركم، ألفت نظركم، أريدكم قرآنيين. شوف أعطيكم قضية أخرى، إذا جاء نصر الله والفتح
الفتح مهم يا مو مهم بثقافة الإسلام؟ فتح مكة النبي دخل جيش عظيم بحيث ذول كانوا يحاربون النبي يجون المدينة يردون يقتلوه، وإذا مطرقين رؤوسهم يدخل النبي المكة فاتح قوي، هذا النبي اللي كان مطارد، النبي اللي شرد جماعة الحبشة حتى ما ينقتلون، النبي اللي هو طلع بالليل حتى يروح للمدينة لأن رادوا يقتلوه، وطلع من بينهم واتخذ الطريق الصعب حتى يخلص من شرهم، وإذا بهذا النبي يدخل مكة رغما على آنافهم منتصرا قويا فاتحا عظيما، ويجود دول الحاربوا سنين أبو سفيان وربعا أذلاء خاضعين مدلقين روسهم يرشفون خايفين، النبي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بالبداية قال لهم شو أسوي بيكم؟ شو تصورون؟ قال له ابن أخ كريم، أنت ابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن. يلا الفتح عظيم، فتح فتح. إذا جاء نصر الله، نصر الله نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هاي نعمة كبيرة يا أبو شبيرة. ليش ما تجاوبوني شبيرة؟ يقول له شنو؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح على عظم نعمة الفتح. ما قال له فصلي، قال له شنو؟ فسبح. سؤال، شوف شوف سؤال، الصلاة تشمل التسبيح وزيادة يولا؟ يعني انت بالصلاة من تقول بالركوع سبحان شنو؟ سبحان ربي العظيم وبحمد، هذا تسبيح يا مو تسبيح؟ بالركوع زين، بالسجود شو تقول؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده. جيد. بالركع بالصلوات الرباعية أو الصلاة الثلاثية، بالركعة الثالثة والرابعة شنو تقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان بالركوع، سبحان بالسجود، سبحان. الصلاة بيها تسبيح ولا تسبيح؟ زين، الصلاة بيها بس تسبيح لو زيادة على التسبيح؟ الصلاة بيها سورة الحمد يعني قراءة، الصلاة بيها الصلاة، صلاة بيها تشهد، الصلاة بيها تسليم، الصلاة موتي ولا الصلاة بيها تسبيح وزيادة. فهناك مني يقول له فصلي، وهنا يقول له شنو؟ فسبح. حجم النعمة بسبح أكثر يو بصلي أكثر؟ بصلي أكثر. واضح معك، لما الشكر يكون أكبر يعني النعمة شو تكون؟ أكبر. وكل شكر يناسب شنو؟ يناسب النعمة اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله. دخل لي ألفت نظركم إلى نقطة، كلش التفتوا لي ولا؟ شوفوا هاي النكات القرآنية أحبابي إخواني، هاي النكات القرآنية تفوتكم، التفتوا الله يحرسكم يحفظكم. خلي أشرح صدوركم بهذه الدقائق والرقائق والحقائق القرآنية. أقول لكم قضية أخرى حتى كلش أبين المطلب وأرجع سورة الكوثر. خلونا أبين المطلب، أقول لكم قضية بعد. القرآن الكريم لما يذكر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وأن الله تعالى أرسلهم إلى أقوامهم، إيش قال رب العزة؟ وإلى ثمود. وين أهل القرآن؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا. أي بعد ليش خايف؟ قوله صحيحا، جوابك صحيح، ليش خايف؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مثلا عاد مثلا هود، مدين شعيب. أحسنتم، إيه أجوبة صحيحة، لا تخافون، أجوبة كلها صحيحة. مدين شعيب عليه السلام، أو مثلا الآيات ما تحضرني مع الأسف، أرسلنا كذا إليهم رسول الموتي فكذا فعززنا بثالثين، سما تذكر الآيات. أرسلنا
إلى مثلا ثمود أخاهم كذا كذا كذا. الأنبياء نعمة عظيمة، بس شوف لما يتكلم عن بعثة النبي، هم سمعتم أو قرأتم آية في القرآن تقول وإلى قريش أخاهم محمدا؟ ها قرأتوا أكو شي آية؟ إذا أكو شي آية بالقرآن طلعوا لي إياها، أتحدى طلع لي شي آية وإلى قريش أخاهم. قال لما يتكلم عن نشوف النعمة أعظم، لغة الخطاب هم تتغير. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله، من المورد الوحيد اللي رب العزة في القرآن يتكلم بي عن منا، منا الله يمن علينا. بقية الأنبياء ما تكلم بمنا، مع عظمة الأنبياء بس النبي أعظم. نبينا تكلم عن منا، منا مع أن رب العزة يمنعنا من المنة لو ما يمنعنا من المنة. أنا وياك لا تمنوا علي إسلامكم، ذول اللي كان كل ما نبي حاجة عشان يقولوا احنا مو صرنا مسلمين، الله قال لهم لا تمنوا علي إسلامكم صرتوا مسلمين، إلي لو لكم طلعوا إذا ما عاجبكم طلعوا، لا تمنوا. كل ما النبي حاجة عشان يقولوا احنا مو صرنا قلنا لا إله إلا الله، قال لهم بابا لا إله إلا الله، إلي لكم شفتوا مسوين عليه فضل دخلتوا بالإسلام، لا تدخلوا روحوا جهنم وبئس المصير، سوي لكم جسد وإلكم الإسلام لا تمنوا. أو القرآن لما يتكلم عن إعطاء الفقير يقول لتمن، لتمن كلمة كلمة معروف قولها أفضل مما تنطي كم فلس وتظل شنو كل ساعة أنطيت وأنطيت وأنطيت، عمي لا تطي شنو لا تطي لتمن، الله يقول لتمنون. أو أكو آية الآن جت ببالي لا إن شاء الله أقرأها بشكل صحيح، لا لا تمنن تستكثر، مو بهالمعنى هذا، لا تستكثر الخير من السوي وتمن بي. رب العالمين نهانا عن المن، الطريف هو نفسه رب العالمين من علينا بالنبي. هسه هاي شلون؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من المن، من يا ربي تشلون يقول النعمة لما تكون ثقيلة ثقيلة وفعلية وثقيلة. أمن عليكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفون شنو قيمة النبي، دزنا لكم إياه ما تعرفون قيمته. هاي اللي أم النبوة والإمامة الصديقة الكبرى قالت فأنار الله بأبي محمد ظلمها. الله إش أكو ظلمة بالدنيا تقول الله أنارها بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الزهراء العظيم اللي القرآن يعبر عنه سراج، سراج سراج سراجا منيرا، سراج سراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاطمة تقول فأنار الله بأبي محمد ظلمها سراجا منيرا. احنا نخاطب إمامنا المهدي بدعاء الندبة يا ابن السرج المضيئة، صحيح ولا؟ من اللي يقرأ دعاء الندبة يوم الجمعة؟ يا ابن السرج، جدك سراج، أبوك علي سراج، أمك فاطمة سراج، الحسن سراج، الحسين سراج، إن الحسين مصباح الهدى. يا ابن السرج المضيئة، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن الكذال إلى آخره. سرج شنو أقول واقعا؟ شنو أقول؟ شنو أقول؟ ماذا أقول وماذا أترك؟ لقد من الله على المؤمنين. الطريف أيها الإخوة، الطريف القرآن لما يوصل للنبي ويتكلم بالمنة، لما يوصل للأئمة ذرية النبي هم يتكلم بلغة المنة. ونريد أن نمن على الذين شنو استضعفوا ونجعلهم أئمة، ونريد أن نمن
لما يوصل الإمام يتكلم بالمنة مثل ما بجدهم صلى الله عليه وآله، وهي من انفرادات النبي وآله في ثقافة القرآن الكريم. أقول فتح مكة على عظمته، فتح مكة على عظمته. القرآن الكريم يقول فسبح، فسبح بحمد ربك شنو واستغفره إنه كان شنو توابا، سبح واستغفر. طبعا الصلاة بيها استغفار يوم بيها الصلاة، أنت بين السجدة الأولى والسجدة الثانية شنو تقول عادة؟ شنو تقول؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بالنتيجة الصلاة هم بيها تسبيح هم بيها استغفار وزيادة على التسبيح والاستغفار. فتح مكة يقول له سبح واستغفر، أما بإنا أعطيناك الكوثر شنو يقول له؟ يقول له فصلي، فصلي نعمة أكبر، فصلي. هذه من جهة. خلوني أقولكم من جهة أخرى، كلام من جهة أخرى هم مهم السمعوا. هاي إنا أعطيناك ال شنو؟ أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هاي فصلي وانحر، أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر. الطريف أيها الإخوة، ابحثوا في القرآن الكريم، أقول ابحثوا، دققوا، تأكدوا. أعطيناك الكوثر يعني بداية الآية ونهاية الآية، الآية الثانية بدايتها ونهايتها، الآية الثالثة بدايتها ونهايتها. لن تجدوا في القرآن أعطيناك الكوثر شنو بعد؟ فصلي وانحر، بعد شانئك الأبتر إلا في هذه السورة الكريمة، لن تجدوا أبدا. ابحثوا. هسه أنا هاي كلمة قلت لكم، أنتوا روحوا تأكدوا من كلامي. لن تجدوا إلا في سورة الكوثر، سورة الزهراء عليه السلام، أول السورة، الكلمة اللي بآخر، العفو، أول يعني أول آية بأولها وآخرها، ثاني آية أول كلمة وآخرها، ثالث آية وهكذا. ستقول هاي شنو يعني؟ شنو يعني؟ كأنه والله العالم، ما أقول على نحو، على نحو الاحتبال، والله العالم، القرآن الكريم يريد يبين أنه لما تكلم عن امرأة أو حدية تكلم عنها بعبائر شنو؟ أيضا أوحدية في كتابه الكريم، يعني لم ترد في مورد آخر في كل القرآن الكريم في سورة فاطمة. فاطمة إلها نظير وليس لها نظير، لا، سورتها كذلك، سورتها كذلك. هاي ألفت مسألة، ألفت نكتة ثانية ألفت نظركم إلها، نكتة ثالثة في سورة الكوثر هم ألفت نظركم إلها. أقصر سورة في القرآن يا سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر. وكأن في ذلك إشارة إلى قصر عمر صاحبة هذه السورة الكريمة، كأنه والله العالم أكو إشارة بهاي السورة إلى قصر عمر صاحبتها صلوات الله وسلامه عليها. أقول سورة على قصر حجمها لكنها عظيمة جدا، كصاحبتها فاطمة أم 18 سنة ولكنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين سلام الله عليها. هسه هاي فد نكات ثلاثة سريعة أعطيتكم إياها، يبقى شيء أريد أقوله. ليش قال له فصلي؟ ليش فصلي؟ هاي هنا مطحنة فكرية لتفتولة لا تفوتكم. ليش قال له فصلي؟ قال له فاشكر. ليش فصلي؟ جواب، اسمعني جواب. يظهر اخواني فصلي ما بيها بس جنبة الشكر على اعطاء شنو؟ اعطاء النعمة او الهدية الالهية إن اعطيناك. يظهر فصلي اكو بيها نظرة الى امر اخر، مو فقط الشكر على اعطاء النعمة، اكو بيها النظر إلى حيثية شنو؟ نظر إلى حيثية أخرى. فصلي
شنو هي الحيثية الأخرى إذا تباوعوا لي؟ شنو الحيثية الأخرى؟ القرآن الكريم بطبيعته لما يتكلم عن الأمور الصعبة، لما يتكلم عن الأمور شنو؟ الصعبة الثقيلة، يقول استعينوا على تحملها بيش؟ ها؟ بالصلاة. يا أخي القرآن الكريم مو يقول استعينوا بالشنو؟ بالصبر والصلاة؟ القرآن يقول له ما يقول؟ استعينوا بالصبر والصلاة آية ومو آية؟ آية استعينوا بالصبر والصلاة آية. زين استعينوا طبعا الصبر أئمتنا قالوا الصوم. الصبر أئمتنا قالوا شنو؟ الصوم. استعينوا بالصوم والصلاة، لما عندك في القضية صعبة كذا استعين على تحملها أو قضائها أو أدائها بالصبر، يعني الصوم والصلاة. فالصلاة في ثقافة القرآن الكريم لما النبي يقول له فصلي مو فقط طابع اشكرنا على النعمة، لا لا، بيها طابع شنو؟ ما يجاوبون الإخوة. استعانة بيها جانب شنو؟ استعانة، استعانة. فرب العزة لما يقول لي إنا أعطيناك الكوثر، يظهر هذا الكوثر، فالكوثر خير كثير ومو خير كثير، خير كثير. فاستعن على تحمله بالصلاة فصلي لربك وانحر وارفع يديك للتكبير، يعني فصلي. الصلاة في القرآن مو بس قضية شكر لله تعالى، بيها جنبة شنو؟ استعانة. لما يكون استعينوا بالصبر والصلاة، فلما ينزل عليك خير كثير أو نعمة ثقيلة استعن على تحملها وأداء حقها بالشنو؟ بالصلاة. ولهذا قال له فصلي، فصلي أي استعينوا بالصبر والصلاة. هسه هذا الأمر مو كلش راح يتضح إذا ما أبين بملف آخر، مو كلش راح يتضح إذا ما أبين شنو؟ ملف آخر. شنو الملف؟ خلنا نقرأ أنا وياكم الآيات، إذا تحافظيها نقرأ أنا وياكم حتى تبقون وياي ما تعوفوني. يا أيها المزمل، صحيح؟ قم الليل شنو؟ إلا قليلا. قم الليل يعني شو تسوي؟ قم الليل يعني قم صلي. قم الليل ابقى واقف لو صلي يعني صلي. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. فإذا ايش طلب من النبي؟ طلب منه يقوم وبعد ويرتل. أحسنتم، يقوم يرتل. كل هذا على شنو؟ كل هذا على شنو؟ يعني ليش النبي بالليل يكون يقوم ويرتل القرآن على شنو؟ أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. زين لما نلقي عليك قولا، القرآن يعبر عنه ثقيل. لما يكون ثقيل النبي يحتاج أن يستعين بشيء على تحمله لو ما يحتاج؟ يحتاج. فش قال له؟ قم الليلة، قم صلحا، رتل القرآن لأن راح نلقي عليه قول ثقيل. استعن بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا قم الليلة. يجي السؤال، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شنو القول الثقيل اللي النبي يكون يستعين على تحمله بقيام الليل؟ شنو؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شنو القول الثقيل؟ أكو عندكم شيء؟ يظهر ما عندكم شيء. أكثر المفسرين قالوا القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شنو هو القول الثقيل؟ القرآن. القرآن، القرآن هو القول الثقيل. ولهذا الله يقول للنبي قوم الليل حتى نلقي عليك القرآن، وانت استعن بالصلاة على تحمل القرآن. هذا أكثر آراء المفسرين. أكو رأي آخر. أكو رأي شنو؟ آخر. أنا إذا إلي حق أميل إلى رأي، أميل إليه، أميل إليه. شنو الرأي الآخر؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني صلي نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليه. إذا كان القول الثقيل هو القرآن، فالنبي يستعين بالصلاة على تحمل نزول القرآن. زين، ما هو قبل شوية يقول له شنو؟
ورتل القرآن، يعني القرآن نازل يوم نازل والنبي متحمله يوم ما متحمله. زين شنو رتل القرآن؟ إنا سنلقي عليك حتى تتحمل القرآن. ما هو ذا يرتل القرآن؟ يعني القرآن نازل يوم مو نازل، نازل. فشلون يقوم الليل ويرتل القرآن حتى يتحمل القول الثقيل؟ ما هو القول الثقيل نفس القرآن، والله يقول له رتل القرآن راح نلقي عليك القرآن. شنو هالكلام هذا؟ ولهذا أكو رأي ثاني أنهض من الرأي الأول. القول الثقيل هنا النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، فإذا لم يكن الأول تعين الثاني. زين هو الثقل الثاني منه؟ ها؟ عترتي. زين العترة لمن يرجعون؟ للنبي. منين أم العترة؟ منه؟ فاطمة. فهو لما يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم الليل من أجله، رتل القرآن من أجله حتى ننزل الثقل الثاني عليك. فالثقل الثاني راح يتعين منه؟ فاطمة وأولادها سلام الله عليهم أجمعين. القرآن يسميهم قول شنو؟ ثقيل. طبعا أسهلان هم أكو كلام بعد، بس والله ما أنا ما أحب أتعبكم، بس هي هاي ثقافة حلوة، ثقافة أهل البيت حلوة، أتمنى تسمعوها تتأملوها تتدبروها. تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور، هذا كلامه، والقرآن خو نور. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، إن ذكر الخير كنتم أول أو آخر وراء أصدقائي. كلامكم نور، خلي ننور قلوبنا بي أنا وياك. هسه هاي مو بس الناس نقي عليك قولا ثقيلا، أمتنا قالوا يعني إحنا مو بس هاي. القرآن الكريم لما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول هناك يقول لازم نقي عليك قولا ثقيلا، هنا يسميه قول ثابت. طبعا هو القول الثقيل يصير ثابت يوم مو ثابت؟ شو شوفون الشيء الثقيل يصير ثابت يوم مو ثابت؟ يعني نفس الملف. سورة المزمل يقول قولا ثقيلا، هنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وليش ثابت؟ لأنه شنو؟ ثقيل. أحسنتم، نفس الملف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا والآخرة. أئمتنا قالوا القول الثابت إحنا، إيه طبعا، لأنهم القول الثقيل بالمزمل هم. طبيعي جدا. ما درت وياي؟ شوفوا شوف الملفات لما يرتبط بعضها ببعض في ثقافة القرآن الكريم. شوف التفتوا. أنا سكلامي على شنو جبته؟ ما يتذكرون الإخوة على شنو جبته لو ما يتذكرون؟ أنا كلامي جبته إنا أعطيناك الكوثر فشنو؟ فصلي. هاي فصلي بيها جنبة استعانة. نفس الملف يتكرر بالمزمل. قم الليلة إلا قليلا، يعني صلي. رتل القرآن، يعني استعن بالقرآن. على شنو؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هنا سما قول ثقيل، هناك سما شنو؟ كوثر خير كثير. هناك قال له فصلي، هناك قال له قم الليلة. شنو الفرق؟ ها؟ نفس الملف، نفس الملف تماما تكرر في هاتين السورتين، نفس الملف. والملف بالسورتين يشير إلى نفس الحقيقة المرتبطة بفاطمة وأولاد فاطمة، محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين. فيظهر هنا أنا فصلي بها جنبة استعانة، مو فقط جنبة شكر، وإنما جنبة شنو؟ استعانة. لما ربطتها الآن بالمزمل أصور المعنى تبلور عندك أكثر، الفكرة تبلورت عندك شنو؟ بشكل أكبر وأوضح. جيد، كملنا حكينا ولا سوف يعطيك إنا أعطيناك كملنا؟ لا بعد أكش. تعبتوا مني؟ بعد أكش. شنو هو الشيء بعد؟ خلي أقول حتى تعرفون احنا قاعد نتكلم عن منو، عن شنو، عن بعد اكو شيء اريد اقوله.
الشيء هو الآتي إذا تلتفتوا لي. الكوثر، كل علماء اللغة العربية قالوا شنو الكوثر؟ قبل شوية قلت أنا الخير الكثير. الكوثر في لغة العرب هو شنو؟ الخير الكثير، الكثير، الخير الكثير في لغة العرب، كل الزين، الخير الكثير. الله تعالى في آية أخرى هيك يقول، يقول عن من؟ هم عن فاطمة وأولاد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. آل إبراهيم يعني تين؟ لا. آل إبراهيم عدي؟ لا. آل إبراهيم فلان وعلان؟ لا. أسرة معينة. آل إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، يعني القرآن. لما يقول آتينا آل إبراهيم القرآن، من هم آل إبراهيم اللي آتاهم القرآن؟ إخواني الله يحرسكم ويحفظكم، أنا وياكم كون نلتفت لهاي الأمور ترى، يعني حرمات ذني ما يعني ما فكرتهم مو واضحة عندنا، حرمات حرمات حقيقة والله. أنا بس عايز أسأل الإخوة، آل إبراهيم منو آل إبراهيم؟ يعني ذرية إبراهيم كم فرع لها؟ ما أدري، خلينا نشوف ذرية إبراهيم، إبراهيم ذريته من كم فرع؟ عندكم فكرة؟ يا أخوان من فرعين، هو هاي إسحاق وإسماعيل، لا ثالث لهما، إسحاق ابن سارة وإسماعيل ابن هاجر أبوك الله يرحمه، انتهى الموضوع، راح للقاضي، تحتاج راح للقاضي هي. فليرجعون الإسحاق ذرية إبراهيم، وليرجعون الإسماعيل ذرية منه إبراهيم. ما أدري سؤال ثاني، ما أدري أشوف شبابنا شو يقولون. النبي وآله يرجعون الإبراهيم من يا فرع؟ من إسماعيل. أحسنتم جزاكم الله الخير، النبي وآله يرجعون لإسماعيل. زين الآية لما تقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، يعني القرآن. آل إبراهيم نزل عليهم القرآن منه؟ خل القرآن نزل على النبي، علي، حسن، حسين، فاطمة، أولادهم على صدورهم، يعبر عنهم آل إبراهيم، يعني آل إسحاق وآل إسماعيل. آل إسماعيل واضحة الآية. زين بس القرآن نزل عليهم؟ لا ما هو علي، لا. شوف تكملة الآية حتى أربطها بالكوثر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ولهذا أئمتنا بهاي الآية قالوا نحن المحسودون. آل إبراهيم بعد هي الآية تقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة، بس لا، والحكمة، بس لا، وآتيناهم ملكا عظيما كما يعبر القرآن. يعني صار كم شيء أنطاهم؟ ثلاثة. يجي جاوب ثلاثة، القرآن بعد، الحكمة بعد، ملك عظيم. هاي آل إبراهيم من خلال إسماعيل نزل عليه القرآن، نبي وآله بس. القرآن خل نتركه إلى وقت آخر، الملك العظيم خل نتركه إلى وقت آخر، إيش بقى عندنا؟ الحكمة. إيه جاوبني أحسنت، الحكمة. زين شنو هي الحكمة؟ شنو قال رب العالمين عن الحكمة؟ رب العالمين في آية أخرى غير الكوثر وغير هاي الآية قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي شنو؟ خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شهد الآية القبلة شنو قالت؟ آل إبراهيم شنو الله أنطاهم؟ الحكمة. يعني شنو أنطاهم؟ خيرا كثيرا. زين هنا أنطاهم خير كثيرا الحكمة. سورة الكوثر شنو أنطاهم؟ الكوثر. الكوثر شنو؟ خيرا كثيرا. زين أسأل ذي شنو صار عندهم؟ خير كثير زائد خير كثير. زين خير كثير زائد خير كثير يساوي شنو؟ مش مدريني. مش مدريني وش مدريك؟
ش مدريني وش مدريك يساوي شنو؟ ش مدريني. بس تقول ليش مدريني وش مدريك؟ جواب. التفتوا التفتوا. جايين نستفيد احنا وياك، ما نضيع وقتنا. جايين نضيع وقتنا؟ هالشباب ذول الكرام كل واحد منطيني ساعة من وقته، أنا أضيع وقتي وأضيع وقتهم شلون؟ وحاسب على ذلك. جايين نتعلم أنا وياكم، أني أتعلم أنتم تتعلمون، وكنا نتعلم من القرآن وأهل البيت. جايين نتعلم إحنا درس هذا، أنا وياك نتعلم من القرآن والأئمة عليهم السلام. نعم. تقول شلون أني ما أدريك وأنت؟ أقول لك هسه وياي لعبتوني بالله. خل أقول لكم سؤال أطرح على الإخوة، سؤال سؤال. العلم 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 اللي وصل للعالم اليوم، هاي الدنيا الآن وين وصلت بالعلم؟ قبل هذا العلم الآن باتجاه واحد يوب كل الاتجاهات، طيب هندسة فلك جيولوجيا طبقات الأرض مش مدريني بعد شنو، انت ذكرني، هندسة دين شنو بعد، فيزياء كيمياء جغرافيا مش مدريني. الآن العلم بكل اختصاصات هذا مو يولا زين، بكل اختصاص العلم تطور يوم ما تطور، يعني باختصاص الاختصاص تطور. يعني تعال الطب الإنساني، الآن الطب الإنساني لما جسمك أكو دكتور يعرف جسمك بكل تفاصيله كله، يو كل واحد اختصاص بشي من جسمك، كل واحد اختصاص، هذا كلية ذاك قلب هذا عيون هذا، نفس القلب اللي هو اختصاص اختصاص صار بي عدة اختصاصات يوم صار، نفس القلب صار بي عدة، نفس العيون صار كم اختصاص، نفس الكلية صار شنو كم اختصاص. يعني العلم قاعد شنو هي تشظى يتشظى يتفرع وتطور على كل المستويات. فهذا العلم إذا انجمع الآن كله بالأرض قليل وكثير، الآن هذا العلم بكل مجالاته لو انجمع الآن قليل وكثير، العلم اللي وصلنا مو للقمر، القمر تجاوزناه، الآن بدأوا يفكرون بالوصول للمريخ، أو لعلهم وصلوا هسه ما أدري، لعلهم وصلوا للمريخ. هذا العلم اللي وصلهم للمريخ هذا قليل وكثير، كثير كل مجالاته كثير. القرآن الكريم يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا اللي تشوفه أنت كثير هو عند الله شنو قليل. سؤال ثاني، سؤال ثاني. الآن هاي ملاهي ملاهي الدنيا، أقصد بالملاهي يعني مو الملاهي أجلكم الله هاي اللي جبالكم، يعني الـ الأماكن اللي تلهي الإنسان تلهيه، هالمعنى هذا، يعني الأماكن اللي تخلي الإنسان مثلا في غفلة في ضياع ايش ما أدري هسه ما أعرف، تأخذ وقت الإنسان هاي التعبير دعوفة أصلا، هذا التعبير أو خلينا نختار تعبير ثاني، مغريات الدنيا، ها هذا أحسن، هذا أحسن، مغريات الدنيا. الآن إذا نفتر أنا وياك بالكرة الأرضية، المغريات قليلة وكثيرة، المغريات المغريات كثيرة، مغريات. القرآن الكريم يقول متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا شنو هذا اللي تشوفوه هواي هو في حقيقته شنو قليل. زين تعال بالله خلينا نسوي هنا مقارنة، شو هسه صارت هوسة، هذا العلم بكل تفرعاته قليل، هاي المغريات على كثرتها شنو قليل. رب العالمين لما يوصل للحكمة يقول شنو، يقول قليل وكثير كثير، يعني الحكمة أكثر من شنو من مغريات الدنيا وشنو والعلم وغيره. والكوثر قليل وكثير كثير. زين لما تكون فاطمة حكمة وكوثر، يعني خير كثير بخير كثير، وهذا العلم بكل ما وصل إلى القرآن يقول قليل، وهاي المغريات على كثرة القرآن يقول شنو متاع الدنيا قليل والكوثر كثير، هذا العدل كثير الله يقول قليل.
ويقول عن الحكمة والكوثر كثير، وفاطمة اجتمع فيها الحكمة والكوثر، يعني الخير الكثير مع الخير الكثير. خوشن الزهراء هسه المقارنة قدرت أوصلها يوم نجحت؟ قدرت أوصل الأريدة يوم ما؟ والله ما أدري، نجحت ما نجحت ما أعرف. قاعد أسوي مقارنات قرآنية دقيقة حتى من خلالها تعرف شنو الزهراء عليه السلام. الزهراء في موردين في القرآن خير كثير. هذا العلم اللي أنت عندك كثير، الله يقول قليل، الزهراء يقول كثير. زين إذا أسوي مقارنة شو تكون فاطمة الزهراء؟ زين شلون إذا اجتمع بيها كثير وكثير؟ ماذا ينتج ذلك؟ الجواب لا أعلم، لا أعلم. نعم أقدر أجاوب جواب واحد، القرآن قاله بفاطمة وعلي وكلاهما من ذرية إبراهيم عن طريق إسماعيل الحليم. طبعا الطريف أقول لكم بها بما تبقى من الوقت، الطريف القرآن لما يذكر فرعي إبراهيم إسحاق وإسماعيل يعبر عن إسحاق العليم ويعبر عن إسماعيل الحليم. عليم أولاد إبراهيم، عليم حليم. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته أمام يزيد يقول له أعطينا العلم والحلم، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني اجتمع فينا ما تفرق في نبيين، اجتمع فينا ما شنو؟ ما تفرق في نبيين. شو يريد يقول الإمام زين العابدين عليه السلام؟ ما ينفد. نعم أقول إذا أريد لما يجتمع الخير الكثير مع الخير الكثير ماذا ينتج؟ إذا أريد أبين من خلال لسان قرآني، نعم أقدر. شنو القرآن قال ذلك في علي وفاطمة؟ قال مرج البحرين يلتقيان، بحر الزهراء وبحر أمير، مرج البحرين. أمتنا قالوا فاطمة وعلي مرج البحرين يلتقيان، وبعدين يقول بينهما شنو؟ برزخ، اللي هو النبي، يقول يخرج من اللؤلؤ وال مرجان اللي هم منو؟ حسن والحسين عليهم السلام، كما ورد في التفاسير، حتى في تفاسير غيرنا هم ورد هذا المعنى. القرآن يسميهم مرج البحرين يلتقيان. بالنتيجة احنا نحيي ذكرى عظيمة أيها الإخوة، نحيي ذكرى عظيمة. هذه هي صاحبتها، وهذا شيء قليل اللي بينته. نعم قليل 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 قليل، هذا اللي بينته. قطرة من بحر فاطمة سلام الله عليها، قطرة من بحر الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، شيء قليل. يقول الشيخ الأصفهاني رحمه الله اللي هو أستاذ المراجع، أستاذ الفقهاء، أستاذ العلماء، شيخ فلاسفة النجف، أستاذ السيد الخوي الشيخ الأصفهاني، يقول له في لها لقد أضيع قدرها، هالمقام وهالفضيلة أضيعت مع الأسف، ضيعت بين جهل. احنا عندنا في الروايات الشريفة أكو أمور تشتكي يوم القيامة، واحدة منها عالم بين جهال، عالم بين شنو؟ عالم بين جهال يشتكي يوم القيامة، يقول له إلهي أنا ذولا شنو ذولا؟ بلاء ذولا، قتلوني ذولا، أصلا ما يفهموني أصلا. لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد الخؤون،
بعدين يقول أبيات اللي كلكم حافظيها: ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. إيش يقول؟ ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. ومن نبوع الدم من جنبيها يعلم عظم ما جرى عليها. وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. ومن سواد متنها اسود الفضا. يا ساعد الله الإمام يا ساعد الله الإمام المرتضى. لقد جنت جاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها من أنينها. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الألم. وهاي التفاحة مال الجنة مثل ما بينا البارحة. قمت للباب لا كان ما علي حجاب. الله لا يطيهم إن شاء الله. أنا قمت للباب لا كان ما علي حجاب حسبي الرجس من اللي بدخل في الباب. أنا قمت للباب لا كان ما علي حجاب حسبي الرجس من اللي بدخل في الباب. عصرني أبويا والجنين انصاب. يا عصرني أبويا والجنين انصاب. يا أبويا ومحسني هل أيست منه. الله الله. يا أبويا ومحسني هل أيست منه. هل أيست منه. هل أيست منه. الله. يقول لخصك الله بكل علم دون الأصحاب وصرت تعلم بالذي يحضر وغاب. يصير ما تدري ايش جرى بعتبة الباب. يصير ما تدري ايش جرى بعتبة الباب. اخبرك محسن سقط بعتابه. بعد شاعر ثالث يقول: من ضرب العصا ما ظل حال لا ولا ظل حيل. لما ماتت بعلته يا ويلي وش يفيد الويل. يا بش يفيد الويل. غسلها على بيده وكفنها ودفنها بلي. يا بدفنها بلي بس يجذب الونه وبس يتوسف عليها. اي والله يتوسف عليها. يا ما يتوسف عليها. يتوسف عليها. يتوسف عليها. تشوفها زينب تبكي بالليل تجي تقعد يمها تقولها: يا بعد عيون زينب شنه تردي شنه ليوجعك يما شدايزي. يا بعد عيون زينب جني التردين شنه ليوجعك يما شدايزين. اشوف انك على ضلوعك تعشرين. اشترين على ضلوعك ها. اشوف انك على ضلوعك تعشرين وللباب بعيونك تصدين. كلها زينب يا زينب يا ضوى العين يا ضوى العين. شنو؟ الأرض المدينة من تردين. زينب 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 يا زينب يا ضوى العين. لو يوم يما يغدر البيين وتلتم عليكم نصابين. وين راحت الزهراء؟ وين راحت الزهراء؟ لو يوم يما يغدر البيين وتلتم عليكم ناس صابين. يما صابين صابين. كشفي لي صدره وشمي
الحسين يما كشفي لي صدره وجم الحسين. واجا يوم العاشر وزينب تذكرت اللي قالت لها بي امه وشمت وقبلت الحسين في ذلك اليوم، وحاجت أمها الزهراء بذاك اليوم: يم حسن يمي دقومي لسريع. وين شرايدة؟ شرايدة زينب؟ يم حسن يمي دقومي لسريع، لا يضمك عني تراب البقيع. يما لا يضمك عني تراب البقيع، قومي خلي نشوف عبد الله الرضيع. بعد عندنا حوائج، عندنا حوائج. يم حسن يمي دقومي مسرعة، قومي خلي نروح يم المشرعة. شكو يم المشرعة؟ يوم حسن يمي دقومي مسرعة، قومي خلي نروح يم المشرع. شوف ابو فاضل جفوفه مقطعة، نشوف ابو فاضل جفوفه مقطعة، جيتك للنغر اعتر بثوبي يلي قضيت نوبك وصل نوبي. والله ناوي يا عباس دير العين صابي صابي يا عباس.